الطريق ماشي من الصن من جيبيل اللي صوتت وبعد ندور لك الراجل اللي كان هو سي او غير كان وزير عدل جات اللجنه وبدات تخدم ورحت انا للست تتولى رحنا ليه تلابيو رحنا ليه صاري بلمام وخدام في السوق لا تحتمت انا حاسه ماكيش حاسبيه مقعد ماكيش حاسبيه خلاص والله ماكيش حاسبيه ديري من خلال ممارسه المهنه تاعي اتيحت لي الفرصه لان اعمل مع النساء ومع الرجال واكثر مع المراه خدمت معها بزاف وان المراه تقصد المراه وكاين حتى العائلات يقول لها يدبر عليها رئيس الاسره يقول لها تروحي للمراه مراه تفهمك هذه الثقافه لم تكن متواجده في السبعينات في الثمانينات ولكن دوك لحقنا لها وحتى هنا في ولايه البرج الحمد لله كاين وعي كاين وعي باللي ان المراه واقتنعوا باللي المراه عندها الدور تاعها وماهوش ممكن مجتمع يمشي برجل واحده المراه تتكامل مع الرجل قياسا انه المجتمع على مستوى البرج يعني هو 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 جزء من المجتمع الجزائري والمجتمع الجزائري عنده شويه نوع من التحفظ يعني بالنسبه للمراه لانه هذه تراكمات تاع ثقافه وتاع حتى نعودوا حتى الاستعمار يعني انه الرجل ما يتقبلش شيئا ما يتقبلش المراه يعطيك الصحه طالي فقط للكفاءه الكفاءه وفقط والمنافسه الشريفه واللي يفرض نفسه مرحبا به وهي انتم حنايا رانا مازلنا عقليه الجهويه والعشائريه المراه الرجل اصبحنا نفرق بين المراه والرجل وهو كل متكامل دوكا واش راح نقول لك دوكا فيه وعليه فيه وعليه دوكا اللي يتقبلوا منشا منه كل اللي عندهم لبش بهم من الاخلاقيه والتربيه والواقع والمفيد واش كاين ها وكاين اللي ما يتقبلوهاش شكور انا شايفه في المجتمع واش راه كاين وكلا وليد عمي انا كسيده اعمال يعني راني محتكه بالرجال نهار وطوله هو في السوق ولا شي يروح للدار هذاك يدرج ما تلقاهش باش تفرضوا صح نفوسكم في المجتمع في الاوساط الكل وسيرتو تعرف عليه شفتوا بلي سيتي ديفيسيل باش تلقيتو بالك 50 و 60 مرة هي بطبيعة الحال في المدن الكبرى المرأة متواجدة في كل الميادين وفي المدن الصغرى متواجدة كما قلت تواجد شوية ضعيف إذا مهما كان الميدان حتى في الميدان السياسي تلقى القبول يعني على الفكرة هذه تاع الكوطة تاع النساء في المدن الصغيرة كبرج بو أريريج ماهوش كيما في الجزائر بطبيعة الحال ولكن هذه الذهنية تتغير ما كانش حاجة فيجي جامدة